فلامينغو. ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضايع، ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضايع. نشاهد ونتابع الآن ضربة حرة مباشرة في الجهة اليمنى، ضربة حرة مباشرة تلعب الكرة في الأمام، عالية عرضية رأسية خطرة، الله هي نهاية الأبطال، نهاية الأبطال. نادي فلامينغو يسجل الهدف الثالث بعد عرضية مثالية من ليوناردو مورا، رأسية من الإمبراطور أدريانو، هي التمرد على العواصف القادمة وإطفاء نيران الخصوم. هذا هو شعار نادي فلامينغو في الجولات القادمة، ثلاثية، ثلاثية لفلامينغو، ثنائية لأدريانو، وحدة بالرأس وحدة بالقدم. الهدف رقم 12 لأدريانو في بطولة الدوري، يسعد كل عاشق ومغرم بنادي فلامينغو حتى الآن. نادي